من شوية تابعتوا لقاء صبحي مع النجوم من بريمير فيلم أميرة في الجونة، وشفت طبعاً قد إيه المخرج محمد دياب وطارة عبود وصبا مبارك كانوا متحمسين جداً لعرض الفيلم، واللي بيدور طبعاً حول قصة مؤثرة بالأخص لصبا كونها من أصول فلسطينية. وطبعاً غير فيلم أميرة، صبا بتشارك في عمل درامي كمان بيتناول قصة مؤثرة فيها معاناة، وهو مسلسل ليلة السقوط. الشخصية بيكون اسمها جوانا بحسب الصورة اللي نشرتها صبا على الستوري قبل كم يوم. وبالمسلسل طبعاً صبا راح تحكي لهجة عربية مختلفة عن المصري وعن الأردني. ليلة سقوط عم تحكي كردي؟ بحكي عراقي. ما بتحكي ولا كلمة؟ لا كل المفروض أزيدية. يس، بس كلنا عم نحكي لهجة عراقية بيضة مشان البروجكت يكون بان عرب والناس كلها تفهم الحكي. والعمل هو من تأليف مجدي صابر، وبيشارك ببطولته مجموعة من نجوم الوطن العربي مثل طارق لطفي وكندا حنا، وبيحكي عن سقوط الموصل ومدن أخرى بتنظيم داعش. عم تمثلي دور عن بنات الأزيديات اللي انأذوا من داعش، تغيرت نظرتك عن ما كنتي تقري وتشوف؟ لا ما تغيرت نظرتي، انا بتهيألي قد ما عملنا ما رح نحكي مأساتهم الحقيقيه، يعني لانه هي اكبر بكثير من اي حكي ينحكى، وفي اشياء حتى صعب كثير انه الواحد يقدر يصورها تلفزيون او يعمل، بس يعني انا يعني شو بيحكوا بنرفع القبعه لهم وبننحني احترام والله يسعدهم، وإن شاء الله تكون هاي ذكريات أليمة بس ما تنعاد. وهذا هو العمل الوحيد اللي شاغل صباها هالفترة. تحضيراتك لعنبر 6؟ منيحة، بديت خلص، خلصنا تحضيرات ودخلنا في الجد. شو اسمك؟ بليز يا زلمة، بلي بليز. ليلى. اسمك ليلى على اسم ماما؟ قصدتها. وما ممكن أقابل صبا من دون ما أسأل عن هالصورة اللي انتشرت تحت عنوان شبيهة صبا مبارك. تشبهني كتير. ندى بنت حطوا انه مين بتشبه، معقولش قد ايه بتشبهي؟ تشبهني عن جد. عن جد هي احلى. بس هي احلى؟ اي والله. تواصلتي شي معها او سمعتي بالخبر؟ كتير وبعثت لها وهيك، وبعثت لي يعني كان لذيذ كتير. I think انه عملت لها ريبوست كمان يمكن. Very nice. So it's very nice.